اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناتي قناه ذواي. طبعا يا شباب اليوم رجعت لكم فيديو جديد معكم من قناتكم قناه ذواي. طبعا يا شباب اليوم معانا اللعبه مثل ما انتم شايفين ديرتي بومب. نعم يا شباب ديرتي بومب بالحلقه رقم 2. طبعا اليوم راح نلعب راوند كامل لعبي كامل يعني، فبصراحه ما بش قد راح اطول، وبصراحه ما في النت ما ادري راح يساعدني ولا لا، لان كنت عاد اخلص اسجل الفيديو مالتي لان النت كان بطيء وكان يقطع. ف خلينا نشوف على السيت اب. لوك ويك جوين اوكي فين ماتش. يلا يا شباب اليوم لازم خلاص نسويه بالشارع بعد المباراة. طبعا شباب اذا تعجبكم اللعبة اكتبوا لي اسفل بالتعليقات ان تعجبكم وادعم عليها اللعبة، لان بصراحة اول فيديو نزلتونه عنه شفتوا يعني 30 مشاهدة وخمس لايكات، يعني شيء جيد بالنسبة لعدد المشتركين عندي. بس بصراحة زعلتوا، كان المفروض يعني لايكات تزيد، 30 شخص شاهدوا بس 5 لايكات. بس يلا على هذا الفيديو ان شاء الله و يلا نبلش الجيم. اوكي طبعا يا شباب نبلش الجيم راح العب ايرا لان اقدر ارجع لاعبين معاي مثلا اذا ماتوا او هاي اقدر ارجع من الحياة، فبصراحة شي يعني جيد. طبعا مثل ما تشوفونك بس 10 لاعبين من 16، فهذا بصراحة شيء سيء، راح نحتاج ننتظر. اوكي بلش الجيم يا شباب، راح احاول العب رقم 2 16 ثانية. طبعا الصدفة صارت هالساتها انه اخر تسجيل سجلتونه يعني اللي هو كان اول فيديو اسجله على اللعبة لعبته بهاي المنطقة نفس المنطقة، وهذا الفيديو بهاي المنطقة يعني صدفة حلوة. بس اول فيديو كنت زفت، هذا الفيديو لازم نصحح. اوكي خلينا نصعد فوق يا شباب. اوكي هي انوار عدو. ما يقتلون. اوكي متنا بداية الجيم متنا. اوكي يلا يا شباب ما مشكلة ما صار شيء، على الاقل عملنا احسن ما نعمل عادة. اوكي اوكي جانا غدرة. اوكي ما الدم. اوكي رجعنا اللاعب الحياة، اهلا وسهلا ويلكم تو ويلكم. اللي ما يعرف معنى ويلكم يعني على الرحلة الساعة وهاك الشيء. عفوا هاك ايش كنت حاس. اوكي ما خوش جهاز يقاها بيها الطل. اوكي ما تقدر شو توحد من تيمنا ما تجربه لانه ما غلطان. طبعا اللعبة يا شباب الحلو بيها التفاعلات مالتا يعني مثل تهتز الارض والهاي، يعني بصراحة لعبة روعة. اوكي حاولت بصراحة اضغط بالسكيني بس ما قدرت اقتله. اوكي يلا رزبنا يا شباب. طبعا لازم نروح على هاي المنطقة يا شباب ديفندر. اوكي كحدهم نوافده. اوكي مات اوه دم اوه دم هو ذاك كانت شايفيني كل بس ماتت. ايه تيم لك يخصر يا شباب. طبعا شعب كل تيم مالتني يا شباب يمكن لا لا عبالي كل تيم ميتين الفوق بس طلع بس ساتي من هناكم. اوكي اوكي يقول مجنون انا مجنون يعني يدخل لكن داخلي مجنون. بس اوكي يلا 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 اعتقد يا شباب لو اقوم خط الدفاع احسن لان اتقواها ورجع لاعبين الحياة.
اوكي كنت ابقى بخط الدفاع. اوكي قتلني. ساعتقد ان كنت السبب قتل هذا. رجعون الحياة فيعني ما عملتوا اي تأثير الحمد لله والشكر. ليش شاكر كل مرة اللاعبين يفشلوني ما اعرف ليش. يعني قتلتونا فاحنا قتلنا قام رجعون الحياة. يلا يا شباب ما صار شيء نقدر نعوضه. اوكي جاي من هونك خلي واحد بسكيني. اوكي قتلي بسكيني قتلونا من الوضع نرجعون للحياة مرة الأخ. اوكي شباب خلينا نحاول على العجوز الشايب. اوه قصدوا دي من غلط. يلا شعر المويا شباب ولا يبين لهم على الحركة مالي. بصراحة المويا شباب ما احنا عميني يعني يدوخ شوية بس يلا. وانا اول مرة شعر المويا باللعبي. او انا عندي عميزة الحلو خذ القنبلة دخانية. اوكي هذا راح يقتلني ما اعرف. اوكي تقدر تطلع حد. هاي اثنين يا شباب قتلنا ممتاز. يعني بالنسبة لأول جيم انا اخش جيد ممتاز. اوكي اوه متأسف خمرة دستو دقلها. طبعا انا شوية عندي مشكلة ما تعلمتو عندي كان ما اللعبي يا مهم. اوكي يلا شباب خلوط ما اللي يتأسي. الله يرحمك. ستة لازم واحدة. انا اريد بالنقطة ممتاز. انا النقطة اللي كل الفرق يريدون يجوها يعني. سيئة ماكو حد. طبعا انا ما فهم من ده اللعبة وشو تشتغل بس احاول افتهمه. اوكي كله قبل دخاني. اوكي ما استفدت منك. شكرا شباب. هذا اشنو سلاح. حتى مسكين جاء ضغابين قد ما لاجوا مني. يا الله ان شاء الله ما صار شيء. هذا مكون السلاح. يلعب هذا كيلعب بينو صراحة ما كيلعب ثلاث ثواني. اثنين واحد دخلنا يا شباب. طبعا يقول ليش كده طب اعرف معي بس يعني مش عارف يداون ولا أو شباب اكو ضحية هوني شباب. طبعا ذاك اللي عندي ماذا يسلاح السراري خبل يسلاح حفظ قوي يعني يشعر كل اثنين وقت اللي كيفي راح يغلط علي ما هلأك. طبعا يسر عن شنو عدوه بعد طبعا يقاتل سنين. ارجع خارج خارج باقي هاي مالدني ممتاز. اوكي او ماكو ولا لعب. اوكي ضغط المسكين بس ما مات للأسف.
هيلتون اوت اوف ايدي وينز مي. اوكي هذا اللاعب اللي ما استحاول يعمل بصراحه وقع. اوكي lost. خسرنا الجيم يا شباب للأسف. خسارة ذريعة. يلا يا شباب ما مشكلة. إلى هنا راح تكون نهاية الفيديو ماتنا. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابك. لا تنسى لايك اشتراك وتعليق. كان معك يا من قناة دواي ومع السلامة.